يخاطبكم. والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، نحتفل اليوم ككل سنة بنفس الاعتزاز بذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة، وهي مناسبة لاستحضار ما ميزها من تعبئة والتزام جماعي بقيم الوطنية والتضحية والوفاء المتبادل. وإننا نريدها ثورة متجددة ومتواصلة يحمل مشعلها جيل عن جيل. وقد صدق جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس أكرم الله مثواه عندما قال بعد رجوعه من المنفى: إننا رجعنا من الجهاد الأصغر لخوض الجهاد الأكبر. وهو ما أوفى به رفيقه في الكفاح والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، الذي كرس حياته لإرساء دعائم الدولة المغربية الحديثة لمؤسساتها الديمقراطية وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. وها نحن نواصل حمل المشعل لاستقبال الرسالة وأداء الأمانة التي نعتز بتحملها في خدمة شعبنا. شعبي العزيز، لقد حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية والغاية الأساسية منها، وأتمنى دائما مقاربة تشاركية وإدماجية في معالجة القضايا الكبرى للبلاد تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة. من نقط الضعف ومن الأخطاء التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات وتصحيح المسار. شعبي العزيز، لقد قامت ملحمة 20 رشد المجيدة من أجل تحرير الوطن واستقلاله، كما تعزز بالجهاد الأكبر الذي نخوضه في سبيل تقدم ورخاء المواطن المغربي. وإننا ملتزمون بمواصلة حمل مشعلها، وفي ذلك خير وفاء لأرواح شهداء الوطن الأبرار، وأكبر دفاع دافع لتكريم أبناء شعبنا الوفي والتجاوب مع تطلعاتهم المشروعة. قال جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطلب من عمل يده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.